اوكي طيب نبدا التكنيكال ليكتشر. اول حاجه يعني انا استسمحكم ان انتوا تعذروني لو كان في اي تايبوز او اي ميستيكس. السلايدز وبالذات بقى النوتس الاثنين كاتبهم من الساعه 2 بالليل امبارح وانا نايم 3 ساعات، فانا يعني ايه مع بعض كده احنا نعذر بعض يعني لو في اي تايبوز او اي مشاكل. على حسب يعني، لو انا اتمنى الناس تسال اسئله في النص تمام، لو لقينا الاسئله كثيره جدا ممكن نخليها في الاخر، بس انا حابب ان الناس تسال تبقى انتر اكتف يعني. يعني لو حسيت ان انت وقعت او الدنيا مش واضحه خالص لو سمحت قول، بص قول لي مثلا انت بتتكلم في حاجه انا مش عارفها خالص، ونبدا نشوف لو الكلام دوت ناس كثيره مش عارفه I can step back and get more in details. تمام. انا حبيت اتكلم الاول على الحته بتاعت الان تو ان سيكونس نيورال نتورك سيستمز، علشان دكتور عمر قال لي يعني some of the audience هنا جزء من كورس الدراسات العليا اللي بيدرس ديب ليرنينج، فاخترت اريا فيها enough activity يعني ان هي تبقى ترند في حد ذاتها، وبتدور اكتر ما بين two areas اشتغلت فيهم يعني او شغال فيهم speech recognition و machine translation. فانا بس ببدا باللي هو stating the obvious اللي هو يعني hey guys neural networks and AI are very important. ف يعني I just want to grab your attention. وبالذات الرقم العظيم ده 13 تريليون، مين هنا بيعرف يعد لحد تريليون؟ رقم كبير جدا. الناس متوقعه ان يحصل additional global activity by 2030 ب 13 تريليون دولار. ودوت انا هنا I'm referencing ماكنزي جلوبال انستيتيوت، لما تعرفوش دي ايه you should know it يعني. It's one of the big research institutes في العالم اللي بتقود يعني عارف انه قاده الراي في البيزنس يعني. الناس دي بتمانج دول يعني بتقول لي دول كامله انتوا المفروض تشتغلوا في ايه يعني. يعني ناس كبار، مش بتكلم دول صغيره، دول زي المانيا مثلا يعني. كان مره مستشار الالماني جاب ماكنزي تعمل لهم كونسلتنس في جوفرمنت يعني ذات بيج. فماكنزي جلوبال انستيتيوت كانوا طلعوا ارتكل ذات دي سبتمبر بيتكلموا فيه عن هم شايفين الاي اي ممكن ياثر ازاي. طبعا في سلبيات في الموضوع، في باريرز، في ناس هتخرج بره سوق العمل نتيجه الاي اي اند سو اون، بس هي بنفس الترندز هم شايفين ان هي الاي اي هيوصل يبقى زي جنرال بيربز تكنولوجي ثرو هيستوري، زي الالكتريسيتي مثلا. لما الالكتريسيتي جت في وظائف الناس بطلتها، منطقي. لما العربيات نزلت في ناس اللي كانوا بيسوقوا حصنه بطلوا يشتغلوا يسوقوا حصنه، ففي وظائف هتقع عشان وظائف ثانيه تتخلق يعني. بس ايه؟ هتبقى واحده منهم. العجله ديت هتاخد مننا كم ديكيد، كم هتاخد قرن ما نعرفش، بس في النهايه هم شايفين ان ده الاتجاه اللي احنا رايحين فيه. في الـ 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 يعني النقطه الثانيه فكره ده الاي اي ان جنرال. لما حد يقول اي اي يعني يقصد اي حاجه سمارت الكمبيوتر بيعملها، مش نوت نيسيسيرلي ديب ليرنينج، نوت نيسيسيرلي ماشين ليرنينج. في سيستمز كومبليتلي رول بيزد. رول بيزد يعني انت قعدت بني ادم كده وقلت له اليكسا مثلا، في اجزاء كتير منها رول بيزد. يعني ايه رول بيزد؟ لما الكاستمر يقول اليكسا بلاي رولينج ان ذا ديب فور اديل، انا قلت اسم سونج واسم ارتست، هو بيكتب اند باك اند كاتب كده ليترالي باي هاند ان ا جراف بلاي، وبعدين عنده كاتالوج اوف سونجز باي كاتالوج اوف ارتست. واللي بيحصل ان بيحصل ديكودنج الاترنس اللي بتخش بلاي رولينج ان ذا ديب باي اديل، بيحصل لها ايه؟ ده لقيت باس في الجراف، اقول اه خلاص يبقى هي دي السونج اللي هشغلها وده الارتست اللي هيشتغل اللي غنى السونج ده. فده اسمه رول بيز سيستم. ده ستيل في دماغ الناس جزء من الاي اي اللي الناس بتتكلم عليه. مش شرط الناس تبقى شايفه ان هو رول بيز سيستم، بس موست اوف ذا تايم ات ذا باك اند في خلفيه كده وراء الستائر وراء الستار، ده اللي بيبقى حاصل في اوقات كتير. طيب انا هتكلم في المحاضره ديت هفوكس على تو سبيسيفيك بروبلمز. يعني ال 13 تريليون دول ما لهمش علاقه بالسبيتش ريكوجنيشن، ما تفتكروش ان انا هبقى غني عشان شغال في الحاجات ديت. تمام. دي مجرد فراكشن صغير جدا من تكنولوجي انا شغال فيه. 13 تريليون ده بينتجريت على كل الاندستريز في كل العالم في ديفرنت بروبلمز يعني. تمام.
فال المفروض في الاتجاه الثاني بس. فانا هبدا الاول اتكلم على تو بروبلمز هما الاي اس ار والام تي. اي اس ار اوتوماتيك سبيتش ريكوجنيشن، والام تي اللي هي ماشين ترانسليشن. وبنماب التو بروبلمز دول ذا سيم بروبلم اللي هي اسمها سيكونس ترانسداكشن. ترانسداكشن هي يعني افانسي نيم فور ترانسليشن او ترانسفورميشن. فهي التو بروبلمز ممكن نفكر فيهم ان هما سام فورم اوف سيكونس ترانسداكشن. وهتكلم على تو سوليوشنز الناس اشتغلوا فيهم في خلال الكام سنه اللي فاتوا. واحده اسمها سي تي سي بغض النظر على الاسم العظيم دوت، واحده ثانيه اسمها سيكونس وذ اتنشن. ريسنت ريزلتس اونسلي كنت ناوي احطها هي والفيوتشر دايركشن، بس قررت ان احنا نتكلم عليهم احسن بدل ما احطهم في السلايدز، لان كده حسيت ان الليكتشر هتبقى طويله زياده عن اللزوم يعني. ف ليتس جو فورورد. مين هنا يعرف يعني ايه سبيتش ريكوجنيشن او اشتغل بيه قبل كده؟ اشتغل عليه كبروبلم قبل كده. تمام. السبيتش ريكوجنيشن، طب مين هنا استخدم يعرف او هو يظن ان هو استخدم سبيتش ريكوجنيشن سيستم قبل كده؟ مين هنا عن تليفون؟ تمام. غالبا كل التليفونات دلوقتي من ايام نوكيا بتاعت زمان خالص، اللي هو التليفون الصغنن ده اللي هو 3810 برضه، كان في اي اس ار. لما كنت بتقول له اطلب فلان كان بيطلبه، تمام؟ ده كان اي اس ار برضه، هو كان سيمبل اي اس ار بس ستيل كان اي اس ار. فالاي اس ار كبروبلم هو بياخد ويف فورم، بياخد سيجنال سبيتش سيجنال وبيعمل لها ريبريزنتيشن في فيكتور. خليني ممكن اقف لحظه على فكره الريبريزنتيشن دي، عشان كنت زمان بتلخبط يعني. عارف احنا برضه بنتكلم عربي، لما حد يقول لك ريبريزنتيشن تفتكر ان هي حاجه معقده. فهي الموضوع ببساطه انت ازاي بتدخل السيستم عشان تتعامل معاه. يعني احنا في كليه في قسم اتصالات، لما الناس زمان كانوا بيشتغلوا على الانالوج سيجنال، تمام؟ الانالوج سيجنال انا كنا بنشتغل بيها باجهزه معينه. بعد كده الناس عملوا الكمبيوتر. طب انا عايز اعمل بروسيسنج على الانالوج سيجنال ديت، فبدانا نحولها للديجيتال سيجنال علشان ادخلها على الكمبيوتر، صح؟ مين هنا خد الكورس بتاع سنه ثانيه؟ اظن بيدرسوه في ثانيه ولا دلوقتي نزل في اولى، بتاع السيجنالز اند سيستمز، تمام؟ الكتاب العظيم بتاع اوبنهايم. على فكره كورس اوبنهايم بتاع ام اي تي الانترودكتوري والادفانسد الاثنين موجودين بالفيديوز على النت. يعني اللي حابب يعني يشفي غليله في السيستمز ويتعلم الكلام ده بحب، يعني التو كورسز موجودين افيلبل ويز فيديوز على الانترنت، تمام؟ نعم؟ بس في الاخر برضه ستيل بتتعلم من اوبنهايم، ده حاجه كبيره يعني. الراجل ده اللي الف الكتاب. ف الفكره في النهايه ان انت بتاخد الانالوج سيجنال وتحولها لديجيتال سيجنال. الديجيتال سيجنال دي جيس وات؟ ات از اي ريبريزنتيشن. هو طريقه لتمثيل الانالوج سيجنال عشان ادخلها في الكمبيوتر واقدر اتعامل معاها. طيب الريبريزنتيشن ديت بقى نتعلمها ونشوف. الله، ده لو بعمل سامبلنج بشكل معين هيحصل لي مشاكل، فلازم اعمل فيطلع بقى الناس بتقعد تعمل سيري وازاي السامبلنج بقى بيتم يحصل والنايكو ستريت والكلام العظيم دوت. فده فكره الريبريزنتيشن من انالوج لديجيتال. طيب دلوقتي انا عندي السيجنال دي ديجيتال على الكمبيوتر، انا عايز ادخلها على الماشين ليرنينج. What about another set of representation, another set of transformation؟ وهي دلوقتي discretized waveform، انا عايز احطها in a way in a form that is suitable for the machine learning system. زي ما كان زمان الانالوج ما ينفعش ادخله على الكمبيوتر، انا اقول لك دلوقتي ان الويف فورم دوت ما ينفعش ادخله بسهوله. ينفع دلوقتي بقى نقدر ندخله بس مش بدخله بسهوله على الاي اي سيستم. فبدانا ان احنا مش يعني مش هدخل في تفاصيل ازاي بنحوله ل 80 فيتشر او 40 فيتشر، بس دي في الاخر شويه سيجنال بروسيسنج بنعمل فورير ترانسفورم مع شويه سميشن كده. فبتبقى كل 10 مللي سكند 10 مللي ثانيه بنمثلها ب 80 رقم. طبعا 10 مللي ثانيه فيهم ارقام كتيره لو بتبص انت على الويف فورم، او هي بس احنا بنمثلهم بس ال 80، تمام؟ فدلوقتي بقى اللي داخل لك اتس بانش اوف فيكتورز. في عندك افري 10 مللي سكندز عندك فيكتور، تمام؟ وهي اتس 100 فريمز بير سكند عشان هي اتس افري 10 مللي سكندز.
والالبوم بتاع الاي اس ار سيستم اتس ا سيكونس اوف ووردز. انت دلوقتي عايز لما اتكلم اقول مثلا ايه السلام عليكم يا شباب، يتكتب لي السلام عليكم يا شباب. هي سيكونس اوف ووردز، والووردز دي طالعه من فوكابلري، لازم برضو نحط الكلام ده في دماغنا. انا لما اجي اكلمك بالعربي دي لغتك، بس تعالى مثلا اكلمك حتى لو بتكلم بالعربي، تعالى تخيل كده مثلا حد فيكم بيقرا شعر جاهلي، حد بيقرا شعر جاهلي، هتلاقي مثلا حد يقول لك كلمه كده، ايه ده الكلمه دي ما عدتش عليا قبل كده، ما خدتهاش في المدرسه، كلمه ما عدتش عليك قبل كده، because it's out of your vocabulary، دي مش في الفوكابلري بتاعتك اللي انت متعود تسمعها او اللي انت اتعلمتها في المدرسه، دي كلمه جديده عليك. We call it it's out of vocabulary. الفوكابلري بتاعنا كبشر في اللغه بتاعتنا بيبقى ممكن بمئات الالاف من الكلمات، بس في السيستمز بنبقى بنليمت الفوكابلري مثلا بحاجه بتاعت 60,000. الشركات الكبيره لما بتيجي تشتغل على الفوكابلري ممكن توصل ل 100,000، مليون. مليون ستيل هو رقم كبير بس مش كبير قوي. لما تيجي تحط في اعتبارك مثلا ان انت عايز تقول لجوجل على جوجل مابس روح عند سمسمه، او مثلا اسم محل، مثلا انا فوجئت مثلا في اسامي محلات عظيمه كده اسامي غريبه جدا، تمام؟ فالكلمه دي مثلا مش شرط تكون كلمه من اللغه، بس جوجل لازم يعرفها، فبالتالي لازم يلم كل اسامي الشوارع. مثلا شارع سيمون بوليفار، شارع جنبينا هنا، صح؟ سيمون بوليفار ده اسم واحد بالفرنساوي مش اسم عربي، بس في الاخر انت عايز تقول لجوجل انا عايز اروح شارع سيمون بوليفار، فبالتالي اسامي الكلمات، اسامي الشوارع واسامي المحلات و و و اتس جو ويل بيوند 1 مليون وورد، بس احنا بالليمتد ل 60,000 او 100,000 و 1 مليون. بس اقول لكم ازاي ليتر الناس بتتعامل مع الحاجات بتاعت اوت اوف فوكابلري دي. فده الاوتبوت بتاع السيستم. وبعدين عندنا المتريك، دايما انت عايز تعرف انا بشتغل كويس ولا وحش، فعايز اعرف المتريك، انا بقيس انا قد ايه كويس او وحش. في ثلاث انواع من الاخطاء احنا ممكن نعملهم في السيستم، في السبيتش ريكوجنيشن. انت ممكن تعمل انسرشن، الاي انسرشن، انا بقول كلمه هحط كلمه زياده، او ديليشن، كلمه انت المفروض تقولها وما قلتهاش، او سبستيوشن، كلمه انت قلتها والسيستم عرفها ككلمه ثانيه. فمثلا هنا لو بقول وات ا نايس تري، وبعدين الهايبوثيسز اللي هو اللي السيستم افتكره لك وات ا ثري. فلو انت عندك هاو ماني ووردز في السيستم اللي هي الريفرنس بتاعك ده الجراوند تروث، ده البني ادم اداهولك قال لك ده اللي هو الصح، وده اللي الاي اس ار طلعه. فالتوتال نمبر اوف ووردز اوف ريفرنس هم اربعه، الانسرشن زيرو، مفيش كلمه زياده اتحطت بس في كلمه اتمسحت وفي كلمه اتبدلت سبستيوشن. فدي المعادله بتاعت الوورد ريت، يعني هي ببساطه مجموعة الأخطاء اللي بتعملها على العدد التوتال بتاع الكلمات اللي أنت عندك في الريفرنس. تمام؟ أنا حبيت أحط الموضوع ده، ممكن يبقى ممل أو حاجة، بس أنا حبيت أحطها علشان أرتب أفكاركم. يعني لما تيجي تشتغل في بروبلم، ريسيرش بروبلم أو مشروع تخرج أو وات ايفر يو آر دوينج، فكر في إيه هي الدايمنشنز اللي أنت عايز تشتغل فيها؟ إيه هو الإنبوت؟ إيه هو الأوتبوت؟ في أي ريبريزنتيشن فور ذا إنبوت؟ في اي ريبريزنتيشن فور ذا اوتبوت، في اي ترانسفورميشن محتاج تعمله علشان تعرف تشتغل على الداتا ديت، تمام؟ فيتشر اكستراكشن اور فيتشر نورماليزيشن اند سو اون. ايه هو المتريك اللي انت عايز تقيس عليه الكواليتي بتاعتك؟ ولازم حتى قبل ما تشتغل في السيستم تدي اكزامبلز، تعرف ايه الصح، الدنيا ماشيه ازاي لما تبقى صح، وازاي تبقى ماشيه لما تبقى غلط. يعني حبيت احطها فور يعني اورجنايزيشنال ريزن، يبقى الدنيا واضحه ومترتبه قدامك. الماشين ترانسليشن يعني هي تاسك فيري ناتشرال، انت بتروح تكلم حد بلغه ثانيه مش فاهمه، عايز تحول من اللي هو بيقوله اللي انت بتفهمه والعكس. فانت بتاخد كلمات من لغه بنسميها السورس لانجوج اللي انا بتكلم فيها، انا بترجم لحد ثاني، وعايز توديها. وطبعا السورس لانجوج اتفقنا بقى على موضوع الفوكابلري، صح كده؟ فان السورس ليه سورس فوكابلري، والانبوت سيبك من الانبوت ريبريزنتيشن دلوقتي، بس انت عايز تروح للكلمات في التارجت، او انا اسف هي دي المفروض تارجت بقى، صباح الفل انا كنت نايم امبارح كده وبكتب الكلام ده، فدي التارجت لانجوج فروم التارجت فوكابلري، تمام؟ طيب فانت عندك من الانبوت للاوتبوت. طب تعالى كده نفكر، هو انا ازاي هعمل ريبريزنتيشن للكلمات وهي داخله السيستم؟ الله،
طب ما هي الكلمات على الكمبيوتر، هي الكلمات شويه ليترز كده يعني، ما تدخلها كده على السيستم. بس دوت مش كويس. ليه؟ هل مثلا كلمه زي، طبعا المثال المشهور لايك ولاف، لايك ولاف الاثنين شبه بعض صح؟ بس لو انت لو جبت مثلا طفل صغير لسه ما يعرفش معاني الكلمات، بس يعرف بس يبص عليهم تمام، ويقول ويبص عليهم، هتقول له الكلمتين دول زي بعض ولا مش زي بعض؟ هيقول لك الكلمتين دول مش زي بعض خالص صح، بس حقيقة الكلمتين دول قريبين من بعض في المعنى. فاحنا يهمنا ان احنا نعمل ريبريزنتيشن للانبوت بحيث الكلمات اللي شبه بعض شوية تبقى قريبة من بعض بشكل او باخر، والكلمات اللي بعيدة عن بعض تبقى بعاد عن بعض في الريبريزنتيشن دوت. يعني تعالى اقولها بشكل رياضي، لو انا عندي مثلا 10,000 كلمة، تعالى نفترض ان احنا عندنا مثلا بلاش 10,000، 10 كفاية، عندنا 10 كلمات في الفوكابلري بتاعتنا تمام. مثلا هم 10 كلمات، فالكلمة الاولانية مثلا لايك خلاص، فالفيكتور ده بيقول ان دي لايك وكل الكلمات التانية صفر لان هي مش حاجة من الكلمات التانية صح. والفيكتور التاني لاف، طيب لاف هنا ايه؟ واحد وصفر في كل حتة تانية. لو انا خدت الدوت برودكت، الدوت برودكت ما بين التو فيكتورز دول هيطلع نتيجته ايه؟ زيرو بالظبط كده، رغم ان التو ووردز دول قريبين من بعض شوية. طب ليه انا عايز الدوت برودكت يبقى قريب؟ لان لو حد فيكم فاكر او يعرف النيورال نتورك، اتس اول اباوت لينير الجبرا، احنا بناخد شويه حاجات ونضربها في ماتريسيز، فانت عايز البيهيفير بتاعها لما تضرب الفيكتور ده في ماتريكس يبقى البيهيفير بتوع التو فيكتورز دول شبه بعض شويه، بس البيهيفير بتاعهم مختلف لان لو عملت الدوت برودكت ما بينهم يطلع صفر، علاقتهم ببعض الكورليشن بتاعهم ما بينهم مش موجوده خالص، مش موجوده صفر. فاحنا عايزين نلاقي ريبريزنتيشن تانية. لما احط لاف ولايك يطلع فيها الاثنين مثلا، ممكن هنا 0.8 وهنا 0.6 مثلا، 0.5 0.4 مثلا، نيجاتيف 1 وبعدين اي حاجه تانية ممكن يبقى بعاد عن بعض، بس اتليست سام بارت اوف ذا سبيس از كلوزر توجذر. فلما اخد الدوت برودكت يبقوا قريبين من بعض. ولكن لما اخد مثلا كلمه كار ابقى انا مثلا عارف ان ذات ريبريزنتيشن كار تبقى بعيده عنهم خالص تمام. فهي دي فكره الريبريزنتيشن اللي احنا بنهتم بيها في الـ في الـ في الـ في اللانجوج موديلنج او في الماشين ترانسليشن، ان انت عايز تعمل ريبريزنتيشن تبقى الكلمات اللي قريبه من بعض او السيمانتيكلي في المعنى بتاعها قريب من بعض يبقوا الفيكتور ريبريزنتيشن بتاعهم قريب من بعض. طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ انا ما اعرفش. يقول لك طب يلا كويس جدا، النيورال نتورك شاطر قوي في الموضوع ده، هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل تيبل، التيبل ده نسميه الامبيدنج تيبل. طب بدل ما اشرح الموضوع، مين هنا شاف الوورد امبيدنجز قبل كده؟ لا ماينورتي. طيب الوورد امبيدنجز اللي هي فكره ايه؟ انا عايز اتعلم التيبل ده، انا عايز اقول، مش احنا قلنا ان احنا عندنا فوكابلري؟ طيب بتاع العظيمه دي الفوكابلري، لما اقول لك مثلا عندي فوكابلري واحط كده المودولس بتاع الفوكابلري دوت، ان هو معناه عدد الكلمات اللي في اللغه ديت. فعدد الكلمات اللي في اللغه ديت مثلا حاجه بتاعت 60,000، وبعدين عايز هنا دي الدايمنشناليتي بتاعته، الدايمنشناليتي بتاعت الفيكتور، انا بس مسكت الفيكتور ده وقلبته بالعرض هنا كده تمام تمام. فدوت هو الدايمنشناليتي بتاعت الفيكتور بتاعي. طب لحظه كده، انت سامعيني لسه ولا لا؟ طب لو في حد مش سامعني يقول لي. فهو ده هو بيسموه الامبيدنج تيبل، الامبيدنج تيبل بتاعنا، ان انت عندك دي كل الكلمات اللي في الفوكابلري، ودي هي الدايمنشناليتي بتاعت الريبريزنتيشن انا عايزها. ديت اتس فري بارامتر، يعني حاجه انت عايزها، عايز تلعب تخليها 10 20
عايز تلعب جد تبقى هتخليه 100 او 300 تمام. بس الاول بتبداوا تحط random numbers وتبلاج ات انسايد ذا نيورال نتورك اند ذا نيورال نتورك ويل ليرن ات فور يو از بارت اوف ذا بروسيس، لان في الاخر اتس بانش اوف نمبرز فهي بتعلمها باي باك بروباجيشن. انا بفترض ان الناس هنا عارفه ايه باك بروباجيشن. مين عارف باك بروباجيشن؟ هاي اللي ما يعرفوش، اتس ا كايند اوف تشين رول، ان انت بتعرف تجيب ايرور سيجنال تقول مثلا، طب خلينا اجيب مثلا ال 2 مينيت سامري اوف باك بروباجيشن. يعني ايه باك بروباجيشن؟ انا دلوقتي راجل ما بعرفش امشي خالص، مش عارف امشي ازاي، فانا ببساطه قاعد برتكب اخطاء او ماشي ومخابط في المكتب اللي قدامي. انا عرفت ان في مشكله بعملها، فبعمل ايه كبشر؟ بقول انا لما مشيت كده ارتكبت الخطا دوت، يبقى انا المفروض اعدل الزاويه اللي بتحرك بيها شويه، امشي كده افضل اتخبط تاني، واضح ان انا لسه محتاج اغير الزاويه اكتر او مغير الزاويه كده لحد ما نفسي ماشي كويس. فتعلمت من الخبره ديت ان لما الاقي حاجه قدامي اغير الزاويه شويه وبعدين امشي. انا اتعلمت باي ايرور باك بروباجيشن، في ايرور بيحصل انا ببص عليه وبشوف الايرور دوت ازاي اقلله وبعدين ابتدي اتحرك بناء على كده. هي ده ببساطه ان النتورك بتحاول تجيب حاجه اسمها اللوس فانكشن. اللوس الفقدان، المأساة، الحاجه الوحشه. اللوس فانكشن بنحسبها في اخر النيورال نتورك وبعدين، او يعني at the very end of our processing بنقول الله ايه اللوس بتاعي، ايه المشكله اللي بتواجهني، بعملها كوانتيفيكيشن از ا نمبر. وبعدين لان هي نمبر رقم، بعرف ادفرنشيت، بعرف افاضل واشوف الرقم دوت بالتشين رول، بقى اشوف تاثير الايرور دوت على كل بارامتر في البارامترز بتاعه الموديل بتاعي، وبناء عليه اغير البارامترز علشان اقلل الايرور النهائي. تمام، ببساطه جدا كنا ممكن نقعد نغير البارامترز ات راندوم. يعني انا اتخبط في الترابيزه ديت، تقول بص انا مش عارف المفروض اعمل ايه، ليتس فليب ا كوين، المفروض امشي 10 درجات يمين ولا 20 درجه شمال ولا وات ايفر، اخد حاجه ات راندوم وافضل ماشي لحد ما واحده فيهم تصيب واقول خلاص ده اللي انا عايز امشي عليه. فدوت كان اتس ا فيري دامي واي تو سولف ذا بروبلم، لان انا هقعد انفينيتلي اخد راندوم فليبنج ذا كوين عشان اخد قرار. اما اسمارتر واي ان انا اعمل ايه اللي احنا كبشر دايما بنعمله، ليرن باي باك بروباجيشن. اعرف ايه مثلا، رحت امتحنت كويز جبت صفر، اكيد ايه اللي حصل؟ ما ذاكرتش، اروح اذاكر اجيب مثلا 5 من 5 الكويز الجاي. بنتعلم باي ايرور باك بروباجيشن ذا سيم ثينج. التيبل دوت هو بقى جزء من البارامترز بتاعتنا بنتعلمه باي باك بروباجيشن. كان في سؤال؟ اتفضل. مش سؤال؟ تمام. اوكي، فال دوت هو الانبوت ريبريزنتيشن في الماشين ترانسليشن، هو الوورد امبيدنج دوت او الامبيدنج تيبل اللي احنا اتكلمنا عليه ده. المتريك بتاع الماشين ترانسليشن ما دخلتش تفاصيله لان هو فيه ديتيلز شويه، بس هو باختصار بيحاول يشوف كميه الكلمات اللي بتوفرلاب ما بين ريفرنس ترانسليشن والهايبوثيسز اللي طالعه من السيستم. بمعنى في السبيتش ريكوجنيشن انت عندك ا سيريس اند كوريكت جراوند تروث. يعني انت عندك الانبوت، الراجل ده بيقول السلام عليكم يا شباب، الجراوند تروث هي السلام عليكم يا شباب، ما ينفعش اتنين يختلفوا قوي على ايه اللي اتقال. لو طبعا اللي بيتكلم اتكلم في نويزي انفايرمنت والدنيا دوشه، ممكن ناس تقول والله لا هو قال كده او ما قالش كده، بس most of the cases it's true. يعني ما بنقدرش نختلف مع بعض الكلام مكتوب ايه اللي اتقال بالظبط. الماشين ترانسليشن ذا اذر سايد، لما بتاخد جمله في لغه وتحولها لغه تانية، احنا عندنا a lot of ways to represent the same concept. يعني انا ممكن اقول كلمه بشكل معين وممكن اقولها بشكل تاني. فبالتالي اللي بيحصل ان هم في الماشين ترانسليشن بياخدوا مالتيبل ريفرنسز، كذا حد يترجم نفس الكلمه ويبتدوا يشوفوا الان جرام اوفرلاب. ان جرام يعني الكلمه هنا اتقالت كم مره في الهايبوثيسز في الاوتبوت اوف ذا سيستم، واتقالت كم مره في الريفرنس، او الكابل اوف ووردز مثلا الكلمتين دول، يبقى ده اسمه كده 2 جرام او باي جرام او تراي جرام، ثلاث كلمات، الثلاث كلمات دول كده على بعض اتقالوا كم مره في الهايبوثيسز اللي هو الاوتبوت اوف ذا سيستم، واتقالت كم مره في الريفرنس الواحد او كذا ريفرنس.
اللي الناس بتشتغل فيه ان هي بتنتجريت توجذر، بتجمع كده مع بعض 1 جرام و2 جرام و3 جرام و4 جرام، بيشوفوا سب سيكونس كده من الانبوت من الاوتبوت اسف بتاع السيستم حصل قد ايه في الريفرنس وحصل قد ايه في الترانسكريبشن، ويبتدوا يجمعوا الكلام ده وينورمالايز ويطلعوا رقم ما بين 0 و1 اسمه البلو سكور. البلو سكور دوت از نوت ذا بيست ميتريك ان ذا وورلد، بس هو ده اللي احنا عايشين بيه في ماشين ترانسليشن، ما عندناش حاجه غيره دلوقتي. تمام؟ ليه ما ينفعش ان احنا نستخدم الوورد ايرور زي الاي اس ار؟ لان في ميني كوريكت ترانسليشنز. انا ممكن اخد كلمه او سطر كده بالانجليزي واحوله عربي، ودكتور عمر ياخده يحوله عربي وصح برضه ومقبول بس بطريقه ثانيه، والاثنين ما يبقاش في بينهم ولا كلمه مشتركه اساسا. تمام؟ فده تحدي كبير عند بتوع ماشين ترانسليشن. طيب ايه اللي بيجمع الاي اس ار والماشين ترانسليشن؟ ان هما سام فورم اوف ترانسفورميشن. انا عندي، مش احنا اتفقنا بقى ان الوردز هنحولها للامبيدنج فيكتورز ديت، وهيبقى طول كل واحد فيهم حاجه بتاعت 100 او 300. تمام كده؟ واتفقنا في السلايد اللي قبلها ان الاي اس ار هنحوله كل 10 ملي سكندز ل 40 او 80 فيكتور. فبقى في النهايه الانبوت اللي بتاعي عامل ازاي؟ الانبوت بتاعي في الحالتين بقى شبه بعض جدا. في الحاله بتاعت الاي اس ار هو شويه فيكتورز 1 فيكتور افري 10 ملي سكندز. تمام؟ في الحاله بتاعت الاي اس ار افري 10 ملي سكندز جالي فريم، والاوتبوت شويه كلمات وورد 1 وورد 2 وورد 3 انتل وورد ان. صح كده؟ طب وفي الماشين ترانسليشن؟ في الماشين ترانسليشن انت الانبوت بتاعك شويه كلمات سورس 1 سورس 2 انتل سورس كي، بس في الاخر الكلمات دي بتعدي على الامبيدنج تيبل وبنحول كل كلمه منهم لفيكتور، وفي الاخر بتروح لتارجت 1 تارجت 2 تارجت 3 اند سو اون. فبالتالي في النهايه التو تاسكس بقوا almost identical. Bunch of input vectors and the out is bunch of words. صح؟ فده اللي جمعهم together في كاتيجوري جديد او فكره جديده، هي فكره السيكونس ترانسدكشن او السيكونس سيكونس مودلز. انا ازاي بدل ما اقول انا عندي input عايز اعمل له labeling، لا انا عايز اخد سيكونس ليه خصائص معينه whatever it is، عايز احوله لسيكونس تاني ليه خصائص تانية. تمام؟ وهي ده اللي بيجمع التو تاسكس، ومش هما بس، وتاسكس تانية كتير. مين شاف هنا التي تي اس او السبيتش سنسز؟ مين كلم سيري او كلم اي سمارت سبيكر قبل كده؟ لما بتكلمه بيرد عليك، كون ان ماشين يرد عليك ده تي تي اس سيستم. التي تي اس سيستم عنده عكس الاس ار، بياخد كلمات يطلع لك الفيكتورز اللي كنا بنتكلم عليها دي. تمام؟ في النهايه اتس انذر سيكونس تو سيكونس سيستم. لانجوج اندرستاندنج، فاكرين الراجل اللي كنا بنقول هو بيقول هيت سبيتش، بيقول للناس روحوا نرتكب جريمه وبيبعتها على فيسبوك والكلام ده كله، او بيبعتها على وات ايفر بلاتفورم، بيبقى مدخل شويه كلمات اسف بيقول شويه سبيتش ويطلع شويه كلمات، بس الكلمات دي اي نيد تو دو ا تاجنج اوف كونسبتس، اقول ان الحته دي فيها هيت سبيتش، الحته دي ما فيهاش هيت سبيتش، الحته دي في الفيديو كان فيها ميوزك، والحته دي مثلا كان فيها لافتر ناس كانت بتضحك اند سو اون. فدي تاسك بنسميها تاجنج، بنعلم على كل حته كده ونقول ايه اللي بيحصل فيها. فبالتالي التاجنج تاسكس اتس انذر سورت اوف سيكونس ترانزاكشن. فلقوا ان في كاتيجوري وفاميلي اوف بروبلمز كده ممكن ان احنا نعبر عنها بالجنرال كونسبت دوت. السيميلاريتيز ما بين اي اس ار وام تي زي ما قلنا هي فكره الريبرزنتيشن وفكره الاوتبوت، بس الديفرنسز برضو مش قليله. واحد منهم ان السايزز ديفرنت. لما بتكلم على اي اس ار سيستم انا دلوقتي قاعد اتكلم بقالي ساعه. تمام؟ او مثلا لو بدخل انبوت، انت لما بتدخل السنتنس بتاعتك غالبا فيها مثلا كام؟ 30 كلمه، بس لو انت ناطقهم وهتقولهم في 3 ثواني، 3 ثواني يعني بقى احسبها انت، لو في عندك 100 فريم بير سكند يبقى بتتكلم على 300 فريم. فانت عندك عدد اكبر من 20 ل 300 في الانبوت، فالانبوت بقى ا بيج ان سايز، وده بيبقى ليه كومبيوتيشنال بروبلمز
بنواجهها في مجال الاي اس ار. الحاجه الثانيه هي فكره ان الاي اس ار انبوت ريبريزنتيشن موست بروبلي ما بنتعلمهاش من الداتا. دلوقتي في شغل من الويف فورم بنحاول نتعلم. كان في سؤال بنناقش فيه في الموضوع دوت ان في من الويف فورم بقدر اتعلم الريبريزنتيشن، بس موست لايكلي في معظم السيستمز ما بنتعلمهاش، بنعملها بالسيجنال بروسيسنج، بنعمل فورير ترانسفورم وبنجمع شويه فيتشرز توجذر وبنوصل لل 80 فيتشر. وايل ان ام تي اند لانجويج اندرستاندينج بنتعلم الريبريزنتيشن دوت. حاجه ثالثه ودي بقى حاجه ثابت سطل طبعا بس كلنا عارفينها عشان العربي، ان عندنا كايند اوف ري اوردرنج في الانجليزي والعربي، في بنعكس الصفه والاسم تمام. نفس الكلام في الفرنساوي زي العربي، الصفه بتيجي في عكس الانجليزي. الياباني مثلا في حاجات بقى مختلفه اكتر، الري اوردرنج فيها اعنف من كده. فده بيسموه الحاله ديت بيسموها نون مونوتونيك الاينمنت. يعني ايه نون مونوتونيك ومونوتونيك؟ مونوتونيك يعني لو انا عندي مونوتونيك فانكشن، يعني الفانكشن ديت بتزيد بشكل مضطرد، مثلا زي اللوغاريتميك فانكشن بس المونوتونيك فانكشن قاعده تزيد. لكن لما يبقى عندك فانكشن بتعمل كده اتس نون مونوتونيك وان، لان هي بتغير الاتجاه بتاعها. نفس الكلام لو انا بالاين الانبوت مع الاوتبوت، انا عايز ان الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض بيزيدوا، ده اسمها مونوتونيك الاينمنت. لو انا بقى عندي ري اوردرنج، الري اوردرنج دوت بيعمل لي حاجه زي بي 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 بيخليها نون مونوتونيك الالاينمنت بتاعي. ده ليه بروفاوند امباكت على طبيعه المودلز وطبيعه اللوس فانكشنز اللي ممكن نستخدمها في النيورال نتوركس ديت. فده برضو فرق ما بين التو تاسكس. طيب الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اتكلم فيها، طيب لو احنا رحنا، انا برضو انا السلايدز دي كلها بتفترض ان الناس عندها باك جراوند في الديب ليرنينج وفي النيورال نتورك. فالناس عارفه ان النيورال نتورك انا بديها انبوت وبديها ليبل، بقولها مثلا ادي صوره فيها كلب، الاوتبوت كلب، الصوره دي فيها هليكوبتر والاوتبوت هليكوبتر، وعندي نمبر اوف كلاسز، عندي مثلا 10,000 كلاس، عندي 1000 كلاس، عندي 1000 كونسبت، عايز اعمل لهم ديتكشن في الانبوت، وفي كل صوره بشاور على كونسبت واحد واقول انا عايز الكونسبت ده تمام. فده الكيس بتاعت الريجولار نيورال نتورك. في الحاله بتاعت السيكونس انت عندك ميني تو ميني مابينج، انت عندك 300 انبوت و20 اوتبوت، بس ما عندكش بالظبط الالاينمنت اللي كنا بنتكلم عليه ده، ما عندكش بالظبط هو اني حته في الانبوت بتماب لاني حته في الاوتبوت. ده في السيكونس تو سيكونس ان جنرال، سواء في الاي اس، ما هقول لك بقى الاي اس ار كنا بنجيت اواي، وفي ماشين ترانسليشن اولد سكول كنا بنجيت اواي ازاي؟ ان احنا بقول ايه؟ تعالى يا عم انا عندي اوف ذا شيلف موديل، انا كنت اتكلمت عليها كده هنا ايه. البيس لاين اي اس ار مودلز كانت ازاي؟ هاو وي كالكوليت ذا لوس فانكشن ان ذيس كيس اند هاو ذا اوتبوت ريليتس تو ذا انبوت. البيس لاين اي اس ار سيستمز كانت بتعمل ايه بقى؟ كانت بتعمل فيتر بي الاينمنت، كان ياخد موديل اوف ذا شيلف، موديل دربناه قبل كده، خميره حاجه كده كانت موجوده من قبل كده ما تسالنيش جاب منين تمام، حد بناها في عند الفراعنه تمام. وبناخد الموديل دوت، وبجد مش بهزر، هو اللي بيحصل انت بتبدا بموديل سيء جدا اي حاجه حتى لو راندوم وتبدا بيه، بس تاخده وبعدين تقول له هات الموديل ده واعمل لي مين هنا يعرف فيتر بي؟ فيتر بي الجوريزم. مين خد نتورك مع دكتور خالد؟ تمام. ف فيتر بي الجوريزم هو اتس ا فيري فيموس الجوريزم، الكل عيب جدا حد في كوميونيكيشن ما يعرفش فيتر بي الجوريزم، ده قائم عليه، ده اكل عيشنا يا جماعه. ف هو فيتر بي الجوريزم بيعمل ديكودينج، فهو بالظبط هو دايناميك بروجرامينج اكزامبل، بيعمل ديكودينج السيكونس بناء على سم موديل. فاللي بنعمله ان احنا بناخد موديل موجود قبل كده ونعمل فيتر بي الاينمنت، ان احنا نقول هاو ذا اوتبوت از مابت تو ذا انبوت، وبعد كده واخدين بقى الكلام ده
ونترين بيه نيورال نتورك. ده اللي كنا بنعمله قبل كده. Why this is bad? Because the model, the model اللي احنا جبناه off the shelf ده is not necessarily a good one. دي نمرة واحد. نمرة اتنين, هي فكرة ان انت جبت model يعمل لك يقول لك ايه هو your goal. يعني كأنك بالظبط كده انا جبت واحد, I'm sorry, يعني مثلا انا جبت واحد غبي يعلمني انا المفروض اتعلم ازاي. طب انا ذكائي مش هيقدر يتجاوز كتير ذكاء الشخص اللي ايه اللي علمني my boundaries, اللي علمني الاوتبوت بتاعتي, تمام؟ فبالتالي I cannot really يعني make a huge, او this is one of the arguments اللي الناس بتتكلم عليها, فكرة ال end-to-end systems, اللي انا لما بستخدم intermediate model يبتدي يعلمني الاوتبوت ده مش هقدر ان انا ايه اشب يعني خارج الطوق, يعني مش هقدر ان انا اعمل انجازات بره السيستم ده كتير. فده اللي كنا بنعمله زمان, ان احنا بنعمل alignment. ناس طبعا ماشين ترانسليشن كان عندهم حاجه شبه كده اسمها parallel corpus alignment, كان بياخد التو لانجويجز ويقعدوا يحسبوا الفريكوانسي ستاتستكس بتاعت كل واحده ويشوفوا ان اللي بيعملوا هاكس كده يشوفوا ايه الكلمه دي شبه الكلمه دي وبيجوا كتير, فاي يبقى هم دول شبه بعض and so on, ويبتدوا يترين مودلز with that assumption of alignment in mind, تمام؟ فدي كانت مشكله اللي هي بتاعت how can we align the output to the input. المشكله الثانيه هي اعمق من كده, ازاي ان انا ممكن احسب اللوس فانكشن. انا قبل كده كنت بحسب, اقول ان الصوره دي فيها كلب واقول للنتورك بص عليها كده, ها شايفه فيها ايه؟ تقول لي انا شايفه قطط. طبعا لوس زيرو, تمام, سهله. طيب في الحاله بتاعت ان عندي 20 كلمه وحولتهم ل 15 كلمه في لغه ثانيه, خمسه كانوا صح و10 كانوا غلط, اني فيهم بقى كان صح واني كان غلط وليه كان غلط, وانا هاو كان بينلايز الغلط مش واضح لان انت عندك ميني تو ميني مابينج, انت مش عارف الغلطه جت منين. فدي مشكله كبيره, هي فكره اللوس ليفل, هاو كان كالكوليت ذا لوس فانكشن. والحاجة الثانية ان انت ازاي تتعامل مع الديفرنت لينث ما بين الانبوت والاوتبوت, تاني هي ميني تو ميني مابينج. طيب سولوشن نمبر 1, سولوشن نمبر 1 هو السي تي سي. راجل صديق عزيز اليكس جريفز وهو في الدكتوراه بتاعته في 2006 عمل الجوريزم لذيذ قوي اسمه كونكشنست تمبرال كلاسيفيكيشن. هو حتى هي از ريجريتنج ذا نيم, هو بيقول انا يعني كنت نايف وسميت اسم يعني مش لذيذ, يعني اتس نوت انترستنج نيم, فيعني سي تي سي وخلاص. الاسم ملوش اي معنى, يعني ما حدش يحاول يحط اي امال عظيمه ان هو لو فهم ترجمه الاسم العظيم دوت هيجين اني انسايتس. يعني الفكره تمبرال ان هي بس حاجه لها بالتايم, يعني اتس سيكوينشال لوس. اللي احنا قلنا عليه زمان ان الفيتربي الجوريزم بنحاول نبيك ذا بيست الاينمنت وبناء عليه اعمل لوس فانكشن. هو هنا جالك لا ما تيجي نعمل حاجه احلى من كده, ما تيجي نقول هو انا عندي هاو ميني ويز تو الاين تو سيكونسز. الناس بقى اللي خدوا ديسكريت ماثماتكس او كانوا شاطرين بقى في البرميتيشن والكومبينيشنز هيقدروا يعرفوا ان انت عندك عدد من انت ممكن بقى تكومباين الحاجات, ممكن تحط مثلا تقول مثلا انا عندي اكزامبل في, خلينا نروح له بقى بعد بقى مخلص, بس في ميني ويز اوف الايننج تو سيكونسز. يعني لو انت عندك 10 او 20 انبوت, 20 كلمه في الانبوت و15 كلمه في الاوتبوت, يو كان الاين ات ان اكسبوننشال نمبر اوف ويز, نوت ريلي اكسبوننشال بس يعني ايه بالظبط, في 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 lots of ways to align them. بس هو هنا البروبوزل الاساسي في السيستم بتاعه انه يقول لك انا هعمل دايناميك بروجرامنج ان انا احسب لوس بسم اوفر او بانتجريت اوفر all possible alignments. يبقى انا بقول انا اي alignment شغال معايا مش مشكله, بس طالما الاوتبوت سيكونس صح. هنخش ان ريلي ديب ديتيلز في الحته دي, تمام. النقطة الثانية هي نقطة ان دلوقتي طبعا الكلام دوت لان هو نجح ان هو يشتغل في السبيتش ريكوجنيشن كويس جدا,
انفيديا وشركات كتيره عملوا امبلمنتيشن افيشنت سي بي يو جي بي يو جي بي يو. في ناس ثانيه بايدو عملت سي بي يو جي بي يو امبلمنتيشنز للسي تي سي لوس. فهوريكم شويه ماثماتكس في الهاند ريتن نوتس, ما تسرعوش لانك لو هتعمل الكلام ده سيريس يعني بروجكت ذا كود از اوريدي ذير يو ويل جاست كول ات يعني. تمام, بس جميع احنا مهندسين نعمل دراسات عليا, عايزين نفهم الماثماتكس واتس واي واي اتس وركينج او واي اتس نوت وركينج. النقطة الثانية ان انت عندك السي تي سي دلوقتي بقينا نستخدمه ان احنا اطلع الاوتبوت سيكونس على طول. زمان في الاي اس ار كنا بنطلع حاجات انترميديت ونقعد نجمعها بعد كده, فده سهل الدنيا قوي. خلينا نروح للمنظر الجاي اللي انا كنت عايز اوريه لكم, هي فكرة الالاينمنت. لو انا عندي ثلاثة سيمبلز كات وعايز اعمل له الاينمنت لتي تي فيكتورز, لو انا عندي ده كل واحد من دول فيكتور, تمام, انا ممكن اعمل الله, ممكن اقول ان السي از جوينج اول along وبس اخر واحد راح للاي واخر واحد راح للتي, وممكن انزل فيري كويكلي من مثلا من سي لاي وبعدين اخلي التي هي اللي تكمل الاخر. ففي عندي lots of ways اتمشى في الجراف دوت علشان الاين التو سيكونسز دول. فالكلام اللي هو بيقوله, في حد وقع مني؟ في حد موقعش؟ فاهم موقعش؟ في اتنين موقعوش؟ تمام. انا طب اقول لك حاجة, انت راجل ابن حلال, انا هعمل ايه؟ انا هروح للهاند ريتن نوتس ان شاء الله. تمام. طيب يا شباب, طيب هو انا هنا بس كنت الاول عايز اقول لكم كونسبت مهم قوي اللي هو الكونسبت بتاع الديناميك بروجرامينج. مين هنا نيو اني ثينج اباوت ديناميك بروجرامينج؟ تمام, فهو ده بالظبط علشان اقول لكم هو ليه الكونسبت بتاع الديناميك بروجرامينج ده حاجه مهمه. فخلوني اكتب على السبوره. طيب هو مثل بسيط. طيب ممكن اسال سؤال, حد من اللي ورا شايف اي حاجه من المكتوب؟ مش شايفين اي حاجه. طب لو عملت كده هتشوفوا برضو؟ حد شايف حاجه دلوقتي؟ شايفين كويس؟ طيب انا اللي عايز اقوله ايه هنا؟ انا عايز اقول احنا ناس بتوع efficiency optimization في قسم اتصالات, فهدفنا ان احنا نقلل الكمبيوتيشن اللي في السيستمز بتاعتنا, صح؟ فلو احنا عندنا, انا هدفي ان انا اجمع البروبابيلتيز بالشكل ده. مثلا عايز اقول انا عايز اخد مثلا الصم عند ايه ديفايند ان انا بضرب بملتبلاي توجذر كل الارقام اللي هو A و E و I بلس البي والاي والاي والبي والاف والاي, كل الباثز اللي بتطلعني من اي حاجه لحد الاي. تمام, ده طلب مشروع جدا, صح؟ ان انا عايز اشوف وانا بتمشى في جراف. مين هنا شاف جراف في حياته؟ جراف في اي ماده في الكليه شفنا جرافز كتير جدا, صح؟ وانا بتمشى في الجراف في ويتس على الاركس, صح؟ وساعات بيحطوا الويتس على النودز, ممكن تاخد الويتس من على الارك تحطها على النود, صح؟ هنا الويتس على النودز. تمام, وانت بتتمشى في الجراف انت عايز تدرب الويتس اللي انت بتقابلها, طلب مشروع جدا. بنعمل كده ازاي؟ هنقعد نضربهم ونجمعهم على بعض, بسيطه, صح؟ بسيطه جدا جدا جدا. فانت مثلا علشان تجمع الصم تعمل الصم اللي عند اي, هتمسك الشباب الحلوين دول وتقعد تدربهم وتجمعهم في بعض, صح كده؟ حد شايف ان الموضوع ده صعب؟ بسيط جدا. لو انت عايز تعمل الصم عند جي بنفس الكلام, درب الحاجات وجمعهم مع بعض. لما تيجي تبص على انت عملت قد ايه مالتي بلايند اد, مالتي بلايند اد هنا لو قعدت تجمع هنا عملت 2 مالتيبليكيشنز في كل واحده 8 و3 اديشن 11, والناحيه الثانيه عملت 11 زيهم, عشان تحسب الاثنين دول عملت 22 مالتي بلايند اد. تمام, ده كتير مش قليل, وخاصه لو انت عندك تايم ستيبس كتيره جدا
وعند اللي هو الجراف الصغنن اللي هو 3 في 3 ولا 4 في 3 اللي انا وريته لكم كان صغير قوي. لما يبقى عندك بيج لاتس، لاتس اللي هو الدوت دوتس او جراف دوت، الارقام دي بتبقى هلاميه. فالناس لقوا فكره عبقريه جدا اسمها دايناميك بروجرامينج، اللي هي ايه بقى؟ لو حد مش مصدقني ان شاء الله تاخدوا النوتس ديت وتمشوا وراها، تاخدوا كومن فاكتور، كومن فاكتورز هنا مين الاوبفيوس كومن فاكتور؟ الاي، صح؟ تعرف تشد الاي بره. وانس انك شديت الاي بره، انا هتصور انكم مصدقيني مش مكدبني، فانت هتشد الاي بره وبعد كده تفتح قوس، هتلاقي ان انت ممكن عندك حاجتين مجموعين على بعض، حاجه وحاجه تانية. الحاجه الاولانيه ينفع تشد الاي بره وفي الاخر هيبقى لك الاي بلس بي، والحاجه اللي جنبها هنا نفس الكلام، هتلاقي انك تعرف تشد الاف بره وتجمع البي بلس سي. طيب حد هنا مكدبني ان الاثنين دول غير بعض؟ الاثنين زي بعض، صح؟ كلنا شايفين الاثنين زي بعض، كلنا بنعرف خدنا الجبرا نعرف نضربهم في بعض ونطلع ان هما التو اكسبريشن زي بعض بالظبط. ولكن الاكسبريشن دوت كان عنده 6 ملتبلاين دقات بس مش 11، لان احنا عملنا يعني خدنا عوامل مشتركه كتير من الموضوع. مور انترستنجلي، لو انا بقى عايز احسب الصام اللي عند جي، تمام، هتاخد جي عامل مشترك وتاخد بعد كده تعمل نفس الكلام اللي عملناه هناك، هتلاقي حاجه لطيفه جدا. هتلاقي ان عندك فاكتور كامل كان موجود في الصام الفوق الفوقاني موجود زي ما هو بالظبط في الصام اللي تحتيه. فبالتالي انت مش بس قللت عدد الملتيبليكيشنز في كل صم، ده انت ممكن تعمل ريوز اوف ذا شيرد فاكتورز بتوين ذا ايه ذا باثز. لان انت ما احنا اتفقنا بقى انه انا بتمشى في الجراف، وانا بتمشى في الجراف عشان اروح من بي لاي ومن اي لاي كان في من اي لاي كان مشترك، ولما كنت بروح من بي لاي ومن سي لاي كان الحته بتاعت اف لاي مشتركه. فازاي بقى ان احنا نلاقي الحتت المشتركه دي ان سيستماتيك واي ونعمل لها ريوز واحنا بنحسب الكمبيوتيشن واحنا بنحسب الصمز في الجراف؟ طلعت انها بتقلل لنا الاوردر بتاع الكمبيوتيشن ان ريديكولس واي. ودوت هو اكزامبل لكونسبت معروف جدا جدا جدا، اسمه ايه بقى؟ اسمه الدايناميك بروجرامينج. فلو في حد فيكم ما شافش او ما يعرفش الدايناميك بروجرامينج، يعني انا بحب الاي اي بس صدقوني لو انت هتروح تتعلم عن الدايناميك بروجرامينج اتس ماتش مور امبورتنت لسبب تاني خالص، لان الاي اي ده وان فيلد، الدايناميك بروجرامينج هو فاونديشنال ارياز كتير قوي. حتى لو انت ما اشتغلتش في مجال الاي اي ودخلت في مجال النتوركينج هتلاقي دايناميك بروجرامينج، لو اشتغلت في مجال الانكريبشن هتلاقي دايناميك بروجرامينج، لو انت اشتغلت في الكوميونيكيشن الاو اف دي ام والحاجات بتاعت الكوميونيكيشن العظيمه اللي بتاخدوها في ثالثه ورابعه هتلاقي دايناميك بروجرامينج موجود في كل حته. فاعتقد لو في اي كونسبت اهم، انا حتى عشان كده قعدت خصصت له وقت رغم ان هو مش اتس نوت كور تو اي اي قوي، بس اتس فيري امبورتنت فور everybody دوينج اني سمارت سيستمز، سواء دي كوميونيكيشن الكترونكس او اي اي. طب حد عنده سؤال في الحته في بتاعت الدايناميك بروجرامينج دوت؟ كويس، هيطلع لكم في الدي سي بي بقى، اسالوا دلوقتي احسن لكم. طيب فدوت كونسبت، الكونسبت الاساسي اللي هو الدايناميك بروجرامينج هو دوت الاليكس جريفز في السي تي سي هو بيستخدمه لما يبقى عندك مالتيبل ويز تو الاين انبوتس اند اوتبوتس، بنعمل دايناميك بروجرامينج علشان نخلي النمبر اوف الاينمنتس دول يبقوا اقل ما يمكن ونعرف نجمعهم مع بعض. طب تعالوا نروح للصفحه اللي تحتيها، هنا بقى هنبدا كلام منطقي شويه عن السي تي سي. هو it's completely unpleasant، ما انا عارف اكبرها unpleasant كده زي البيتر بالظبط،
ما هو هو it's a forward backward algorithm. ما هو ما هو هو فيتربي بياخد البيست باس. فيتربي بياخد البيست باس هو هنا ده فورورد باكورد الجوريزم زي بتاع الاتش ام ام. هو بيحسب الصم التوتال صم بروبابيلتيز تمام. بس هنا فيها فرق عن الاتش ام ام للسبب هوضحه حالا اللي هو the addition of the blank symbol. هو دكتور محسن بيدرسوا الاتش ام ام لسه في الدي اس بي ولا لا؟ بس الفيتربي مره تمام. ال HMM is a very يعني important component in AI systems. مستخدمة في communication systems وفي AI systems. والالجوريزم اللي هتكلم عليه هنا هو جزء منهم يعني جزء من الالجوريزمات اللي كنا نستخدمها في HMM زمان. اسمه forward backward algorithm. أنا هشرح بس forward part of it actually والباكورد يعني هتعلموه بعد كده بس هي the same concept. هو كله مبني على dynamic programming. لو انتوا صدقتوني في السلايد اللي فاتت ان لما يبقى عندك مجموعه رهيبه من الملتيبليكي حاجات بتضربها في بعضها وعايز تجمعها مع بعض ممكن يو كان فاكتورايز ات ان ا ريكيرسيف سم. ده اللي احنا عملناه صح. كنا بناخد فاكتورز وبعدين نجمع حاجات ونضرب في حاجه وبعدين نجمع حاجات ونضرب في حاجه صح. مش ده اللي كنت بعمله دلوقتي ان انا لا معلش تعامل مع ال لا ربنا يكرمك اهو تمام كده ربنا يكرمك جميل. ان احنا كنا بنجمع مع بعض حاجات نجمع حاجات ونضربها وبعدين نجمع حاجات اكبر ونضربها في حاجه انسون. طول ما احنا ماشيين بنجمع فاكتورز ونضربها وده اللي في الاخر بيدينا يعني الترم الكبير اللي حاجات كتيره مضروبه في بعضها تمام. لو انتم مصدقين دوت it's exactly the same mathematics بس مكتوبه in a fancy way عشان دي برضو من الحاجات انا اتعمدت اكتبها لسبب. الواحد لما بيبص ساعات على بيبرز بيتخض يلاقي مثلا في شويه equations مكتوبه فيعني ايه يقول لك الله 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 ده الموضوع شكله كده دخل في حته مش مظبوطه تعالى نسكيب الايكويشنز وبس ونقرا الكلام المكتوب تحت يمكن نفهم. بس لو انت دققت شويه بتلاقي غالبا الايكويشنز بتتكلم على فيري سيمبل كونسبتس غالبا يا تو ماتريسيز مضروبين في بعض يا اما بتعمل سميشن على شويه تيرمز توجذر او في الحاله ديت بتعمل ملتيبليكيشنز الحاجات وبعد كده سميشن. هو شبه اللي انت شفتوه قبل كده بس مكتوب ان ليتل بيت فانسي واي ذاتس اول. طيب انا عايز ستيب باك لموضوع السي تي سي. السي تي سي كان عايز يعمل ايه بالظبط؟ السي تي سي كان عايز يقول لك مثلا ان انا عندي انبوت سبيتش. طب انا اسف مين شايف ومين مش شايف؟ حد مش شايف ورا؟ مش شايف كده؟ شايفين شويه؟ طيب عندك شويه فيتشرز. سامحوني والله انا يعني كنت بعملها بسرعه كان انا احط الكلام ده في البرزنتيشن كان هيخليني اخلق البرزنتيشن بعد اسبوعين يعني ما كنتش هلحق احط الكلام ده بسرعه في سلايدز. ف عندك شويه فريمز وعايز تالاين ذا وورد هاي تمام. في هاو ماني وايز يو كان دو ذا الاينمنت. ممكن اقول لك nothing h nothing 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 i nothing صح. اتس ا فيري فاليد الاينمنت. انذر الاينمنت يعني ان انت بتمشي حاجه على حاجه بتقول انا عايزهم هما الاثنين يبقوا بنفس الطول فبتحط بلانك. الشرطه دي هي اللي هستخدمها جوينج فورورد ان بقول فور ناثينج. سميها ابسلون سميها بلانك سميها داش اتس فور ناثينج ناثينج هير جاست ا بليس هولدر. فانا ممكن احط البليس هولدر دوت في اماكن كتير وبعدين اقول اتش بعدين مكانين واقول اي اتس انذر فاليد الاينمنت. فانت ممكن تتسلى كده عندك هيوج اماونت اوف الاينمنت صح علشان تالاين ذا وورد هاي تو ذات اكوستيك سيكونس. انا لما قلت هاي قلتها مثلا about 0.7 seconds صح هاي 0.7 second بس هي actually 2 letters. فدوت هو example of an alignment. الالاينمنت هنسميه في الايكويشنز جاي نسميه باي تمام سيمبل. هنسمي اي valid alignment هنسميه سيمبل باي وهنسمي الانبوتس اكس وهنسمي الاوتبوت سيكونس اوف letters. احنا دلوقتي خلينا بنتكلم ان الاوتبوت سيكونس at the letter level هنسميه ال تمام. طيب نشوف انا كاتب ايه على الجنب ده.
انا بس بعرف الفاريبلز اللي هستخدمها وبقول بس ان one core idea in the CTC ان انا بضيف البلانك سيمبل ده. يعني دكتور محسن ان شاء الله هتكملوا مع الترم الثاني في الدي اس بي هتاخدوا hidden Markov models تقريبا نفس الايكويشنز بس من غير البلانك سيمبل. تمام؟ هو دوت يعتبر اكستنشن للفورورد باكورد الجوريزم بتاع الاتش ام ام بس باضافه بلانك سيمبل. انا لو ضفت البلانك سيمبل وكان زمان عندي الليترز بتاعت الانجليزي مثلا 26 لتر 30 لتر 30 لتر مثلا. تمام؟ هم ال اللي كابيتال دي هم ال 30 لتر بتوع الانجليزي وجيت ضفت عليهم البلانك بلس 1 فبقى التوتال نمبر اوف ليبلز اللي السيستم هيطلعهم بدل ما يطلع لي 30 لتر بتوع الانجليزي هيطلع 31 لان هو كمان لازم يقول لي nothing. يعني في الاوتبوت لازم يقول nothing. اوكي. فالحته دي بس كتبت سطر طويل شويه عشان ايه. انا هنا بس بقول انا مفترض مين يعرف هنا يعني ايه سوفت ماكس. سوفت ماكس انت بس بتطلع البروبابيلتي اوفر ذا اوتبوت ليبلز. تمام؟ فالبروبابيلتي اوت اوفر اوتبوت ليبلز فور التايم تي از واي تي. فده بس وده هيبقى اوفر ال بلس 1 نمبر اوف كلاسز او نمبر اوف اوتبوتس. تمام؟ ولما اقول انا برضو بعرف هنا الفاريبلز اللي هقولها في الايكويشنز عشان ما حدش يتخض لما يشوفها. لما اقول واي سوبر سكريبت تي سب سكريبت كي انا اقصد اقول ان الواي دي التايم تي كان البروبابيلتي بتاعت الكلاس كي مثلا 0.5. تمام؟ الاكس هي الانبوت. الاكس دوت هي عباره عن انبوت اوف لينث تي اللي احنا قلنا عليها الانبوت سبيتش حاجه طويله كده مثلا 3 ثواني تي ممكن يبقى 300 400 على حسب طول السيكونس بتاعنا. الفيتشر فيكتورز بتاعتنا على التايم تي الاكس هي الفيتشر فيكتورز. في السي دي سي انا هستخدمها لانها الاوتبوت بتاع النتورك هي دي الانبوت لللوس فانكشن نفسها. تمام؟ يعني السي دي سي بتحسبها على الاوتبوت البروبابيلتي يعني الواي الوايز نفسها. تمام؟ الاوتبوت ليبل ال هنا از اوف لينث مودولس ال اللي هو ده بس طول هاي فور اكزامبل ذا لينث اوف اتس 2 اللي هو اللينث اوف ذا اوتبوت ليبل. النقطه بقى اللي كنت عايز اقولها خليني اقولها ببقي عشان مش عارف اتحرك في السيستم بالمنظر ده هو ان لو انت عندك سيكونس ذا الايند سيكونس جيفن ذا انبوت انت عايز تقول ايه البروبابيلتي بتاعته. يعني كل حاجه في الدنيا في النيورال نتورك مثلا لو انت عندك الحاله الثانيه اللي هي البسيطه بتاعت صوره كلب وطلع لك كلب تحط الصوره تطلع اول ذا واي ان ذا سيستم تران اوفر سوفت ماكس. سوفت ماكس دوت بيبص ايه البروبابيلتي ان هو كلب 0.3 ايه البروبابيلتي ان هي قطه 0.7 لو هو بس كلب وقطه وخلاص. تمام؟ ادي 0.7 0.3 وبس على كده. في الحاله هنا انا عايز اطلع بروبابيلتي ان السيكونس كله ليه بروبابيلتي ان انا طلعت شرطه 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 اتش شرطه شرطه اي شرطه مثلا. فعايز اقول ايه البروبابيلتي بتاعت السيكونس دوت. بسيطه جدا لان انت خلاص عندك الايند سيكونس فبتقول طيب ايه هي الواي التايم تي بتاعت الليبل اللي اسمه باي تي. باي دوت هو يعني ايه حاصل ضرب كل الناس. انت بتضرب بس الكلاس يعني انت لو ايه لو في الحاله بتاعتنا شرطه 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 اتش شرطه شرطه اي. تمام؟ فانت عندك ديت هي ده الايند للفيتشر فيكتور اللي هو ايه كل انبوت عندك ات ايتش تايم ستيب صح كده. فانت عندك 0 1 2 3 4 5 6. فانا لما اقول الواي التايم 0 4 باي تي اللي هو ايه لو انا افترضت يعني ان الكلاسز بتاعتي هم 3 كلاسز بس بلانك واتش واي فانت عايز تقول ايه البروبابيلتي بتاعت الشرطه.
مضروبه في البروبابيليتي ات تايم 1 بتاعه الشرطه. يعني كان هي الباي الكبيره ديت، لو حد ما اعرفش حد هنا شاف الباي اللي هي برود، باي اللي هي مضروب الحاجات في بعضها، تمام؟ الباي ديت مضروب الحاجات في بعضها، هي غير الباي دي. باي دي سيمبل، الباي دوت مضروب برودكت. يعني البلانك نو ناثينج، هي اكشوالي انت قلتها بنفس الطريقه، بس لان الانبوت انت عندك ميني تو ميني مابينج، انت عندك 10 انبوت وعندك 2 اوتبوتس، فانت عايز تالاين، عايز تقول انا عايز كل انبوت الاقي له اوتبوت. فالبلانك دي كاني ببساطه بقول لك مفيش، بس اتس ا سيستماتيك واي تو سي ناثينج. عارف زي ده ده انفنشن اوف زيرو. الزيرو يعني ناثينج. لا ما هو هو مش سبيتش، هو هي انت عندك سبيتش، بس انت علشان فور تكنيكال ريزنز انت عايز كل انبوت يبقى قدامه اوتبوت، تمام؟ فانت عايز تمط الاوتبوت بشكل يخليه قد الانبوت. طب هتمطه ازاي؟ ده هم حرفين، فهمطه واحط فراغات في النص، فالفراغات دي سميناها بلانك، وخلينا النيورال نتورك تطلع لها بروبابيليتي، تمام؟ بس اللطيف في الموضوع هنا ان انت ممكن تمط الاوتبوت ان ماني ديفرنت وايز. في ناس ممكن تحط اتش اي بعدين فراغات، او ممكن احط فراغات اتش فراغات اي فراغات اند سو اون، تمام؟ السبيتش والاوتبوت كلمه هاي، اه سميها جراوند تروث. هي مش هبص دي، هي في حد هي جراوند تروث. دي جراوند تروث. انا ممكن اللي بيحصل جوه بقى في الهيدا ماركس موديل او في النيورال نتورك، ان انا ممكن اقول كلمه هاي باساليب مختلفه وهي تموديل وبرضه تفهمها النيورال نتورك عن طريق ان هي تقول ما هي يمكن تكون شويه لينكس ذن اتش ذن سب لينكس ذن اي، فيبقى كده برضه تبقى قد الهاي. صح. او اتش في الاول بقى كده لينكس بعد كده. بالظبط 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 بالظبط. يعني فاكرين مين خد كورسات البروبابيليتي هنا؟ فاكر لما كان يقول لك مثلا ايه؟ How many ways you can say that؟ فانت لما بتعمل يقول لك طب ايه البروبابيليتي ان ده يحصل؟ يقول لك اه البروبابيليتي ان ده يحصل كذا، or it can happen in that order، or فكنا دايما بنحط الايه؟ البينومال كوفيشنتس قبل الحاجه عشان يقول لك in how many ways you can say something. أو آسف اللي كنا بنحط ال ده كان حاجة تانية، كنا بنحط ال إن تشوز مثلا إم تشوز كيم ويز تو سي سمثينج، تمام؟ فكان ده بنخليه بنجمعهم على بعض، بنقول مثلا أنا ممكن أقولها بالطريقة دي أو بالطريقة دي أو بالطريقة دي، فبتجمع البروبابيليتيز توجذر، تمام؟ هي بنفس المنطق بالظبط. أنا عايز أقول أنا افرض النتورك قالتها، أنا عايز هرجع تاني للإكزامبل لأن اتس فيري كور فور ذا كونسبت. افرض النتورك لما شافت الانبوت ده طلعت لك الاوتبوت ده، هل ده جود اور باد؟ انا مش عارف. طب وانا بعلم النتورك هل انا المفروض اعلمها ان هي تطلع الاوتبوت ده بالذات، ولا اقول لها اتس اوكي تو جيت اني كايند اوف انبوت ان ذا فورم هاي وذ بلانكس اني وير يعني سكاترد اراوند، تمام؟ فده اللي احنا عايزين نعمله، بيسموه we are integrating over all possible alignments. يعني انت ممكن تقولها باي طريقه طالما ان هي صح، طالما هي اتش اي، تمام؟ فهي دي الفكره ان احنا we need to sum need to integrate we need to sum over all possible alignments. That's a very good point. It's one of the possible alignments exactly. It's one of them. بس هي مش كاتبه هنا. وده في الحاله ديت هيقول لحاجه ثانيه اللي هي الاتشز، هو هنبتدي كونسترين وير تو بوت ذا بلانك، ودي نقطه هقولها في الصفحه اللي بعدها. بس انا مش انا خايف اطول في الموضوع. بالظبط. تمام. انا هبدا انطلق لل هجو فارذر هجو فاستر في الموضوع عشان اجيب تمام. تمام. ربع ساعة هنخلص الليكشن.
اوكي. ف ال تاني سامحوني لو كان في ميس ماتش في ال في الباك جراوند انا تاني لان هو كان اتفضل. That's an amazing question. Actually, one of the assumptions in CTC ان الانبوت اطول من الاوتبوت. ده assumption. يعني انت مفترض ان CTC is working for cases ان الاوتبوت هو الاقصر مش هو الاطول. في الحاله بتاعت التي تي اس بنحلها بطرق ثانيه. مش بسي تي سي لا. تمام؟ السي تي سي شغاله هي برودكشن سيستمز مثلا لو بتستخدم جوجل اسيستنت مثلا البرودكشن سيستم عندهم شغال بسي تي سي. في مايكروسوفت وفي امازون وفي فيسبوك بيستخدموها اكستنسيفلي تمام. فايتس ايفري وير ان سبيتش ريكوجنيشن. مؤخرا الشهرين اللي فاتوا تيمز طلعت نتائج كويسه في الماشين ترانسليشن باستخدام سي تي سي فده اللي خلاني جيت انترستد ان انا اكلمكم عليها يعني تمام. خلينا جيب الهاي ليفل بدل ما ادخل في الديتيلز. هي فكره ان انت وي نيد تو فايند ا جود الاينمنت بتوين انبوتس اند اوتبوتس. الناس فكروا ان هم يخلوا الالاينمنت ده يحشروه في اللوس فانكشن. فاللوس فانكشن نفسها بقت هي اللي فيها يعني من الاخر كده انا عايز احسب البروبابيلتي اوف ذا ليبل سيكونس ذا بروبابيلتي اوف ذا ليبل سيكونس جيفن ذا فيتشر سيكونس. ده اللي انا عايز احسبه صح؟ باي رولز اوف بروبابيلتي اتس ا سم. مش احنا قلنا I can say it in many ways. I can say it in dash dash h i dash 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 وممكن اقولها في كذا طريقه تانية. فانا عايز a sum over all these ways. This or that or this improbability or mean sum. فانت بتجمع كله على بعضه وبعدين تجمع ال probability of each alignment. فهو ده loss function اللي انا عايز احسبها. وده البيج ليفل concept بتاع CDC. طب نعمل كده ازاي؟ كان الناس عامله اتش ام ام فاليكس جريدز الدكتوره بتاعته قال لك الله انا بس عايز اضيف الحته بتاعت البلانك. فلما هو بيضيف الحته بتاعت البلانك زود حاجه في السيستم بتاعه هي فكره البلانك ان انا البلانك بس البلانك بقى ليها افكت ان انت بتكتب الايكويشنز بشكل مختلف. لان انت بدل ما كنت بتعمل الالفا بيتا بشكل بتصمم حاجه معينه بقت تزود ترمات او تحذف ترمات لانك بقت تسمح او تمنع الاينمنتس معينه بس. يعني مثلا في الحاله ديت this is exactly what I'm going to talk about. لو انت عايز الاوتبوت هو اي اي بي مثلا تمام. هنا الاي اي دول اتس ا جينوين ريبيتيشن. يعني اقول كلمه هالو فيها ال ال انا ما ينفعش اقول لا ده هي ال واحده ومضممهم على بعض. فعلشان نتفادى كده بحط ما بينهم بلانك. بقول للسيستم مسموح له ان هو يروح من بلانك لسيمبل او من سيمبل لبلانك او من سيمبل لسيمبل طالما التو سيمبلز ار نوت ذا سيم. فده هو ذا اونلي كونسترين اللي بتحطه على نفسك وانت بتحسب الفورورد باكورد. في الاتش ام ام كان الكونسترين انك بتعدي على ثلاثه ستيتس وبتسمح بالسيلف لوبس. هنا بنسمح بالسيلف لوبس بس مفيش التلاته ستيتس بتوع اتش ام ام بقى مكانهم البلانكس يعني. فايتس ا ديفرنت كونسترين وانت بتعمل الدامب الريكيرجن بتاع الدامب بروجرامينج. تمام. فدوت المين بوينت. النقطه الثانيه هي فكره الالفا بيتا بروننج دوت. انا يعني كنت عندي هاي هوبس ان احنا هنخش فيها بس كالعادة لا تأتي الرياح ما لا تشاء سفن. ف تمام. هي الفكرة ان هي اتس ان انترستنج كونسبت انا كنت عايز ادخل فيه تاني لان هو اتس ا ريكيرنج ثيم. يعني الالفا بيتا او الفورورد باكورد بيستخدم في حاجات كتيرة بيستخدم في الاتش ام ام بيستخدم في سي تي سي بيستخدم في الكوميونيكيشن في حاجات كتيرة جدا.
فهنا بكل بساطه انا عايز اجمع الترمات. فاكرين لما كنت رسم لكم الاي بي اللي هو السمبليفايد باث اجريجيشن اللي كنا قلناه في اول سلايد خالص؟ هو شبهه هنا بالظبط. عندك شويه ترمات وعايز تدربها في بعضها وتجمعها مع بعض. Exactly the same concept. بس انا هنا كاتبه in the fancy way. In the fancy way هنكتبه ازاي؟ هنكتبه بالمنظر ده. ان انت عندك حاجات مضروبة في بعضها والحاجات دي بنجمعها على بعضها. طب هنعمل كده ازاي؟ هنعمل كده ان يبقى عندك هي بالظبط كده. الترم ده يعني انت عندك الالفا تايم تي اللي هي الكرنت تايم ستيب هي عباره عن حاجه انا ضاربها في حاجات مجموعه في بعضها. هي بالظبط زي اللي انا قلتها لكم في الاول خالص اللي هي الاي بي سي اللي انا كنت بضربهم في بعض وباخد عامل مشتركه. نفس الكلام بالظبط. واخدين الواي تي هنا عامل مشترك وفي حاجات مضروبه في بعضها. والواي تي ديت هي الفاكتور. والفاكتور ده كود بي ريوزد ما بين حاجات كتيره. فده اللي بيخلي السميشن ده تراكتبل وبنعرف نعمله بسرعه. لو ما حدش مصدق ان الكلام ده اعجاز وكلام عظيم يعني يعذرني، الكلام ده حلو قوي. تمام؟ لان هو خلى كوميونيكيشن الجوريزمز كتيره بوسيبل. ومش بس كده، في ارياز كتيره اوف اور لايف يعني. طيب انا هختم على كده الحته بتاعت السي تي سي، لان احنا كان في كونسبت تاني عايز اتكلم عليه. اللي هو نعمل اسكيب ولا هو فوق هنا قشطه كده. تمام. الكونسبت اللي بعديه ولا اكبر ازاي بقى؟ كنترول ال ولا تمام. الكونسبت اللي بعد كده هو السيكونس اتنشن. اوعدكم ده ما فيهوش ايكويشنز كتيره وما فيهوش يعني تفاصيل كتيره. واللي عارف نيورال نتورك هيلاقي الموضوع ده بيس اوف كيك. هو ببساطه بدل ما احنا نحشر الالاينمنت في اللوس فانكشن، وده اللي كانت يعني هو طريقتين للتفكير. ناس قالوا احنا هنحط الالاينمنت في اللوس فانكشن، الناس الثانيه جم بعدهم بثمان سنين في 2014 قال لك لا احنا هنخلي النيورال نتورك هي شخصيا تتعلم ان هي تالاين الحاجات مع بعضها. انا مش هقول لها تعمل لها الاينمنت ازاي وماليش دعوه. مش هي بتعرف تتصرف بقى. هي تتصرف وتدور على الاينمنت لوحدها وانا هكلمها على الاوتبوت وخلاص. فبيعملوها ازاي الكلام ده بقى؟ الاول ياخد الانبوت ويعملوا بروسيسنج بانكودر. فالانكودر ياخد الانبوت ويطلع سيكونس اوف فيكتورز. وبعد ما الانكودر يعمل سيكونس اوف فيكتورز الديكودر يبدا يشتغل وان ستيب ات تايم. الديكودر بيشتغل يديكود وان ستيب ات تايم. بس في كل لحظه فاكرين احنا كنا ليه عايزين الالاينمنت؟ عشان اعرف انا ات وات ايفر اوتبوت اي نيد تو لوك ات وات ايفر انبوت، صح؟ انا عايز ابص على اني اوتبوت مع اني انبوت. انا ما كنتش عارف. انا دلوقتي هعمل الكلام ده باستخدام النيورال نتورك. هخلي ا ليتل بيت اوف ذا ويتس ديديكيتد فور ذات. ان انا اخلي الديكودر يبص على الانكودر ستيتس وبعدين يقول انا هبص على الحته دي ويبص عليها وبعدين يستخدمها في الاوتبوت بتاعه ات ذا نيكست تايم ستيب. ودي كنا بنسميها الجليمس، ان هو بس ياخد كده لقطه، يبص لقطه على الايه على الانكودر. هرسم انا راسم رسمه في الهاند ريتن نوتس هوريها لكم. تمام. وبيبقى في اتنشن نتورك. هي اتنشن نتورك مجرد بس شويه ويتس. النتورك بتتعلم وير تو لوك. وبعدين بنستخدم الكروس انتروبي ايرور عادي جدا زي الحاجات اللي فاتت. نرجع تاني للراجل العظيم. تمام. اساعدك؟ يا رب يكرمك. مش لابس الماوس. ما احنا هو لينا. تمام؟ ممكن. هو هنا ببساطة جدا هنا الموضوع أبسط بكتير من اللي فات.
انت عندك الانكودر، عندك الاكس زي ما هي بتاعت زمان الانبوت، دخلناها على انكودر سام نيورال نتورك طلعت لي سام هيدن ستيتس. تمام. تاني انا مفترض ان الناس عارفه هيدن ستيتس وعارفه ال اس تي امز وريكرنت سيستمز. ف الديكودر يشتغل بيستارتنج فروم زيروز، ما يعرفش حاجه خالص في الدنيا، وبعدين او بيبدا مثلا من اخر ستيت في الانكودر، ياخد اخر ستيت في الانكودر ويبدا منها ويقول طيب انا عايز ابص ايه اللي انا المفروض اطلعه. ناخد الستيت ديت في النيورال نتورك وندخلها على الاتنشن. الاتنشن بارت، الاتنشن بارت بياخد الديكودر ستيت ات اس ماينس 1 اللي هو ات ذا بريفيوس تايم ستيب، ويبدا يبص على كل واحد من دول. فاكرين الدوت برودكت؟ فاكرين ما قعدت اقول لكم احنا لو عملنا دوت برودكت ما بين حاجتين لو هما شبه بعض المفروض الدوت برودكت يبقى عالي، لو هما غير بعض المفروض الدوت برودكت يبقى قليل. نفس الكلام انت بتاخد الديكودر ستيت اللي هي دي اس ماينس 1 وتدخلها في فانكشن وات ايفر ذا فانكشن از. هقول لكم في كذا فورم الناس جربوها في الفانكشنز. خليني انزل ازوم على الحته دي. هي ليترالي هي وان سلايد، يعني هو كل الكلام اللي انا بقوله هي وان بيج، يعني هو ده كل الحوار بتاعنا النهارده. ده هو الديكودر ستيت التايم ستيب من اس ماينس 1 اللي فاتت، والسي اس ده هو الكونتكست او الجليمس اللي انا ببص على الانكودر وسمرايز الانكودر بيه، ودوت هو فانكشن في الديكودر ستيت، والاتش اللي هو الكابيتال اتش اللي هي كل الانكودر ستيتس هنا. الاتنشن دي فانكشن هي عباره عن ايه؟ عباره عن انذر فانكشن جي داخل لها الديكودر ستيت وايتش وان اوف ذا انكودر. يعني انت ببساطه عندك الديكودر ستيت اس ماينس 1 دي اللي انت مفترض ان الديكودر عارف هو عايز يروح فين. تمام؟ لان هو عنده الهيستوري. وانت عندك شويه حاجات انت بصيت عليها في الانبوت. فاكرين لو مثلا في ماشين ترانسليشن عندك شويه كلمات في الانبوت، انا بقول مثلا سياره حمراء في الانبوت وعايز اطلع ريد كار، فانا في مثلا ريد حمراء جايه في الاخر، يعني سياره حمراء وريد هي جايه في الاول، بس انا لازم ابص على حاجه في الاخر. فانا اللي بعمله ان بعمل دوت برودكت ما بين الراجل اللي فوق ده ما بين الفيكتور ده وكل فيكتور من الفيكتورز التانيين. دي هي الايه؟ ان انا هنا بعمل الدوت برودكت اللي هي الفورم دوت من الجي جاست دوت برودكت. تحسب دوت برودكت ما بين الديكودر ستيت وكل واحده من الانكودرز طلع لك سكور. والسكور دوت بتحسب له السوفت ماكس عشان تحول له بروبابيلتيز، وتعمل ويتد سم للانكودر ستيتس. كانك بتعمل ويتد سم وتجمع الحاجات مع بعضها، يبقى ده هو الجليمس بتاعك. كانك باختصار بتعلم النتورك تعمل سوفت الاينمنت. الاينمنت اللي انا كلمتكم عليه قبل كده اللي هو بتنط الحاجه وتحط داشز، اتس كايند اوف هارد لانك بتاساين ايتش اوتبوت تو وان انبوت، صح؟ في الحاله ديت وي ار دوينج ات بروبابيلستيكلي، يعني بنقول باحتماليه بوينت 3 انا عايز ده الاين مع ده، وباحتماليه بوينت 2 ده الاين مع ده، وبجمعهم مع بعض بالبروبابيلتيز ديت. فذيس از ذا هول بوينت اوف اتنشن. اتس ا فيري سمبل كونسبت، واكشلي ات بيكام افيلبل بيكوز التول كيتس بقت فيري فليكسيبل. فاول ما التول كيتس بقت فليكسيبل، حتى اول ناس عملوا الشغل دوت هم التيمز اللي كان عندهم سيانو والايرلي فيرجن بتاع تنسر فلو، كان عندهم فيري فليكسيبل تول كيتس، فكانوا بيعرفوا يعملوا a fancy model and still be able to train it. تمام؟ بس عشان ناكد الكلام ده كله open source، يعني لو الناس عايز تعمل STM عايز تعمل attention عايز تعمل اي حاجه كده كله all of it open source. وكمان مش بس كده، الفكره يعني هو تاني انا بحاول بس اقول لكم البراير بتاعي وانا كنت جاي بعمل ليكتشر هي ديت، كنت ببص فيها ان هي اتس one of the series of lecture in a deep learning master class، يعني في كورس دراسات عليا في كورس deep learning، ف it was very deep يعني، فسامحوني ان انا it was mismatched the expectation لو حد كان متوقع ان ايه ان انا دخلت very deep في حاجه يعني. بس اللي كنت قاصد ان انا اوريه لكم هنا اللي هي الماثماتكس اوف ذيس مودلز،
المودلز ديت موجوده فري افيلبل، الكود موجود فري افيلبل. الكود دوت ليترلي مثلا يعني حاجه بتاعت مثلا 10 لاينز اوف كود، اتس نوت ذات جيجانتك، اتس اول اباوت لينير الجبرا اللي بتعملها اندر ذا هود، وبعدين بتكتب الكلام توجذر اند ذن يو ار يعني ايه يو دو ذا ديفرنشيشن يوزنج باك بروباجيشن وخلاص. فيعني السيستم بيعمل لك معظم الشغل بتاع ليرنينج ذا بارامترز. دور الريسيرشر في التاسكات اللي زي ديت ان هو ازاي تعرف ترايت داون ذا رايت اتنشن. ا كويك اكزامبل ان سبيتش ريكوجنيشن، لو انا بعمل اتنشن انا ما ينفعش ابص تاني على الباست صح. السبيتش انا اللي بقوله دلوقتي معتمد يعني اللي المفروض يطلع معتمد على اللي بقوله دلوقتي، مش معتمد على اللي قلته من سنتين فاتوا. ولكن في الماشين ترانسليشن انا ممكن ابص على اللي فات او ابص على المستقبل، لان زي ما قلنا اللانجوج فيها ريوردرينج. فبقى الحرفانه وانت بتعمل نيورال نتورك ريسيرش انك بتبدا تفهم التاسك بتاعتك مظبوط وتحط الاستراكشر تو ماتش يور اكسبكتيشن ان ذا تاسك. شكرا تاني لاهتمامكم، واسف ان الموضوع طول، بس يعني ايه، اتمنى نكون فينا لكم بحاجه النهارده.